طيب انا عايزه معلش يا دكتور اسال حضرتك مهم سؤال برضو، يعني اتفضل. في بعض مش بعض الناس ده بقى كلنا بقى يعني مش دايما كلنا عايزين نخس، بس عايزين نعرف ايه الحاجات اللي ناكلها اثناء رمضان انها تظبط لنا نسبه السكر في الدم اثناء الصيام، سواء في السحور او الفطار. لازم ايه الاكلات الصح اللي ناكلها وايه الاكلات اللي نبعد عنها خالص هتهبطنا وهتتعبنا؟ ممتاز جدا، دي حاجات مهمة قوي لازم نقولها لكل الناس. نمرة واحد، ان احنا اول بعد الاذان على طول هنشرب مية وبلح. والبلح ليه؟ عشان يظبط نسبة السكر. لا بلح ناخد باللبن ولا بلح بالمية؟ لا مية، مفيش حاجة اسمها بلح باللبن، بلح باللبن دوت مش سنة خالص، احنا هناخد سنة. فاللي عايز يخس هياخد فردي. يعني ايه فردي؟ بلحة واحدة. بلحة أو ثلاثة؟ طيب لا ليه بس ثلاثة؟ اللي عايز هي يخس واحدة. واحدة. اللي عايز يخس ماشي يبقى واحدة، اللي عايز يتخن ياخد فردي برضه 103، مش تمام. شغلانة. لكن الفرق بين الاتنين إن أنا لازم آخد البلحة، لأن البلحة دي في الفترة دي هتقوم تعلي لي السكر، لأن السكر هيبقى واطي جدا، فأنا لازم أعليه علشان أقدر أبتدي أفوق. وبعد ما نشرب المية والبلحة نبتدي نروح نصلي صلاة المغرب، تمام. وبعد كده نرجع ناكل. حلو أوي. ناكل إزاي بقى؟ وده الأهم. هل ابتدي كمان حاجات الميه؟ هل اخد ميه ساقعه؟ خطر جدا، ما ينفعش اخد ميه ساقعه. هل اخد عصاير كتير على طول؟ برضو خطر. اشرب ميه وبلح كفايه ونرجع بعد كده. ميه فتره عاديه جدا، لا ميه تبقى عاديه ساقعه من قوي ولا الخلفيه سخنه. خالص دي احسن، لكن ان انا اخد ميه ساقعه هتقفش في المعده، هتوجع لي معده، صح ومش هعرف اكل بعد صح كده. لا احنا هناكل مظبوط. البلحه مهمه علشان يقوي لي السكر عشان ما ادخش واعرف اصلي. ارجع ابتدي اكل، ناكل ايه بقى نبتدي؟ نبتدي بقى ننظم اكلنا في الاكل، ناخد ان احنا ناخد اول حاجه شوربه، الشوربه حلوه جدا هتريح المعده ونبتدي نبقى فيها مريحه كده عشان ما نبقاش داخل اكل مره واحده. شوربه ايه يعني يا دكتور؟ شوربه كوارع ولا شوربه عدس؟ حضرتك لو شربنا شوربه عدس دي هيتخن قوي، احنا على حسب انا عايز ايه، فاللي عايز يتخن لو هو عايز يثبت جسمه ياكل اللي هو عايزه بس بالتأنن، كميه الاكل هي دي الكمية، لكن هناخد كمية كبيرة مرة واحدة هنتعب قوي. فهناخد الشوربة، ويا ريت لو شوربة خضار يبقى كويس، شوربة الكوارع حاجة هتبقى صح. حاجة خفيفة كده. حاجة خفيفة. أنا بهزر طبعًا. مش في شوربة مشروم وشوربة كريمة دول برضو تقيلة. خفاف خالص. فلو خدناها شوربة الكريمة والمشروم ممكن، بس هتبقى تقيلة قوي عليا. تقال طبعًا. انا عايز بعد ما ناخد الشوربه هنبتدي ناخد السلطه وناخد البروتين اللي موجود، وبعد البروتين هناخد برضو الخضروات، واخر حاجه الحلويات. امال فين المحاشي والرقاق يا دكتور؟ ما هو ده بقى الايه هناخده في الفتره دي. التأنن، نبقى بالانس للاكل بتاعي، ما ناخدش كله مره واحده واكتم على طول كده وما اقدرش اتحرك. ناخد من كل حاجه وندوقها وناخد بالنا اللي احنا لا هناكل تاني بعديها بشويه، بدل ما ناخد اللي احنا نقسم الفطار على مرتين هيبقى احسن كتير قوي، بدل ما اهجم مره واحده وما اتحركش وما اعملش اي مجهود. لا احنا نقسم ناكل شويه، وبعدها بعد شويه هناكل تاني، بعد ما نعمل صلاه تراويح ممكن ناكل تالت. طيب ناخد امتى الحلويات بقى؟ الحلويات ناخدها يا ريت بعد صلاه التراويح. وايه هي الحلويات؟ الحلويات بالعقل، بس ندوق، ما فيش حاجه اسمها مش هناخد كنافه خالص، مش هناخد قطايف خالص، لا ده موسم ولازم نعمله. قطايفايه؟ لا اتنين بس. بصي ما هو لا عايز اقوله ايه، هناكل ده كل ده دهون وسكريات كتير طبعا، ما اتحركناش ما عملناش هتقعد لنا، فيعني ايه هتبقى دهن كتير. علشان نقلل الدهون دي لازم نتحرك. طب ما نكتر بقى بالحاجات دي، السكريات الكتير دي اللي بتحسسنا بالهبوط؟ لا مش دايما، على حسب الحاله، لان ممكن ناس كتير قوي بتاخد سكريات بتهبط، في ناس كتير بتاخد سكريات بتفوق كده وتعمل حركه. انت على حسب انت طبيعه جسمك ايه، ولو عندي مشكله مرضيه اساسا احنا لازم نوقف كل الكلام ده طبعا. يعني انا لو عندي السكر، ونتكلم بقى في الناس اللي عندها السكر لان ده مهم جدا. الناس اللي عندهم السكر هل يصوموا ولا ما يصوموش؟ السكر نوعين، الاول في سكر اللي هو الاولاني وفي سكر النوع الثاني، الدرجه الثانيه. السكر الاولاني اللي هو اللي بياخده انسولين، واللي بياخده انسولين من زمان، هل دول ممكن يصوموا؟ المفروض لا. وما ينفعش، وبيكون متابع مع الدكتور بتاعه هيقول له لا يا سيدي ده معلش وانا جربته هاخد جرعه واحده. المفروض غلط. وما ينفعش الدكتور يتهاون مع المريض في الحكايه دي. مش هينفع، لان ممكن يحصل مشكله،
ولو حصل مشكله يبقى احنا كده ما عملناش حاجه، بالعكس احنا كده حرام. ده بالنسبه للناس اللي بتاخد حقن الانسولين، بتاخد حقن الانسولين فلازم يكون تبع الدكتور، والدكتور يقول له ممنوع الصيام، وياكل 10 فقرة، يطلع حاجه، المهم يشوف يعني الصيام. يعني ان هو ازاي كفاره دينيه، يحصل خطر وممكن يحصل فيه مشكله مرضيه جامده. طيب اللي هو بياخد ادويه هل ممكن يصوم؟ ايوه ممكن يصوم، بس بمحاذير معينه. ده اللي هو السكر الدرجه الثانيه. ايوه بالمحاذير معينه، ان هو هيقيس السكر على مدار اليوم. اول حاجه اول ما يصحى من النوم، نمره 2 قبل الفطار، نمره 3 في وسط النهار، وهو المفروض نقيسه 6 مرات، بس هنقول 3 مرات على الاقل عشان ما يخلصش الشرايط، حرام. فنبتدي نخليها 3 مرات كفايه. طيب في رقمين مهمين قوي، والرقمين دول في اي وقت شفناهم هيفك الصيام والا هيتعب. ايه هما بقى؟ نمره 1 لو لقى ان السكر بتاعه بقى 70 في اي لحظه كده، وطي بقى كده، لو استنى شويه هيوصل اقل من كده ومش هنلحقه. يا ساتر يا ساتر، فده خطر. 70 نقيسه، لقيت نفسك بقيت 70 افطر على طول. خدوا بالكم دي، يعني ده اللمبه الحمراء، ده الخطر. 70 70 ليه؟ لمرضى السكر. هيوطى. طب ده فاضل ربع ساعه، ده فاضل 10 دقايق، ده هانت ابدا. ال10 دقايق دول مش هلحقك، يلا هنفطر لان حرام، ونعوضه في يوم تاني. في ناس بتيجي على نفسها تقول لك انا السكر ناقص، ويقعدوا يعرقوا يعرقوا، وفي الاخر برضو بيحبوا ان هم يكملوا صيامهم، فده في منتهى الخطوره. وده انت مش بتتعب نفسك بس، انت بتتعب كمان الاسره اللي حواليك كلها، هيتعبوا معاك. صح. لا نبتدي بقى ناخد بالنا، رقم 70 في اي لحظه لقيته لازم تفطر. ايه الرقم التاني بقى؟ الرقم التاني لو السكر عالي قوي اكتر من 200 او 130 اكشولي، يعني فوق 140 لا هفطر برضه. ليه؟ لان كده هيعلى قوي، هستنى بالظبط نص ساعة ساعة عيلي مني مش هلحقك. لا يبقى الأرقامين دول مهمين قوي إن أنا أفطر فيهم. اللي رقمه عالي قوي ده بقى يا دكتور يفطر إيه؟ اللي رقمه عالي ده يروح المستشفى، دي نمرة 1. يلحق بقى يجي، فما فيش حاجة اسمها كده. تاني حاجة لو كان بياخد أنسولين هيروح المستشفى وهيديله أنسولين عشان يوطي السكر. مش هياخد الدواء، لأن لو خد الدواء مش هيلحق يوطى قوي. ولو عالي جدا مش هقدر في حاجة، يعني يخش لي في مشاكل مرضية جامدة. فأنا لازم أبقى أوديه المستشفى في ساعتها عشان أقدر أقايم بالحالة دي. نمرة 2 بالنسبة للناس اللي عندها الـ السكر، زي ما قلنا يبتدي ياخد الأدوية تبع إشراف طبي، يكون قبل رمضان، يكون أساسا رايح للدكتور علشان يقول له ياخد إيه ساعة الفطار وياخد إيه ساعة السحور. وعلى حسب الحالة بتاعته بند أي مكان، لأن في أدوية ممكن اللي هو زي الدواء الميتافورمين مثلا ما ينفعش ياخده بالليل قوي، وما ينفعش ياخده الصبح قوي، الدكتور هيتابع الحالة وعلى حسب سكره وعلى حسب ياخد إيه. طب الأطفال بقى يا دكتور اللي عندها السكر، أيوه دي ما تصومش بقى طبعا؟ اللي بياخدوا انسولين ممنوع الصيام خالص، ما ينفعش، خطر جدا، ولو حاول هيتعب وهيتعب اهله، فده ما ينفعش طبعا. انا من رايي، وما فيش دكتور هيقول طب نحاول، لا ما فيش حاجه اسمها نحاول. في حاجه اسمها طب، يا يا لا. ولو العيان اصر يبقى تقول له بتعمل ايه وهو حر، والدين مدينا رخص، وده مش هينفع فعلا. فالمستحسن ما ينفعش الكلام ده غير